السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله سأشارك معكم وسنعمل في هذا الفيديو بالتحديد قرعة للدور الفاصل للمنتخبات الإفريقية، لكي نتعرف من هو خصم المنتخب الوطني الجزائري وباقي المنتخبات العربية والإفريقية كذلك، وذلك حسب طلب جمهور قناة وليد هوب. طبعا هذه الحلقة يعني تم طلبها وذلك بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فلهذا سأطبقها إن شاء الله على أرض الواقع إن شاء الله في هذا الفيديو. إذن هذا ما سنتعرف عليه، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا، ولا تنسوا تابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا من أجل الإجابة عن جميع استفساراتكم. رسميا انتهت جميع الجولات الإفريقية والعالمية المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022، وعرفت تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022 صعود 10 منتخبات لمباراة الفاصلة بطبيعة الحال، والمنتخبات اللي تأهلت وذلك بشكل رسمي هي الجزائر، تونس، نيجيريا، والسنغال، والمغرب، وأيضا الكاميرون، مالي، مصر، وغانا، والكونغو. وطبعا يوم 18 ديسمبر القادم الفيفا ستبدأ مراسم قرعة المنتخبات الإفريقية التي تأهلت إلى الدور الفاصل وذلك بشكل رسمي، لكي تتبارى 5 منتخبات ضد 5 منتخبات الأخرى ذهابا وإيابا، لكي نتعرف على الخمس المنتخبات الإفريقية المتأهلة رسميا للمباريات النهائية لمونديال قطر سنة 2022. أما بالنسبة لنظام القرعة سيكون كالآتي: سيتم تقسيم هذه العشر المنتخبات إلى وعاءين، كل وعاء يحمل 5 منتخبات مفروزين حسب ترتيب الفيفا وتصنيف الفيفا الشهري لشهر ديسمبر. يعني أفضل 5 منتخبات في تصنيف الفيفا سيأتون في يعني الوعاء الأول، أما بالنسبة للمنتخبات الأخرى راح تكون في الوعاء الثاني. التصنيفات هي كالآتي: الجزائر في التصنيف الأول هي، وأيضا تونس ونيجيريا والسنغال والمغرب. أما بالنسبة للتصنيف الثاني والمستوى الثاني عندنا الكاميرون، مالي، مصر، وغانا، والكونغو. وطبعا أعزائي الكرام يعني سيتم سحب يعني اسم كل منتخب من الوعاء الأول لكي يتبارز مع صاحب الاسم الأول المسحوب من الوعاء الثاني ذهابا وإيابا كما قلنا، وإلى آخره. يعني هكذا ستكون عملية قرعة المنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى يعني الدوري الفاصل. ويعني ممكن تطرحوا لي سؤال تقولوا لي ما هو دور هذا التصنيف والمستوى الأول، رغم أننا شرحناه في الفيديوهات السابقة، ولكن ما زال كاين الناس ما راش عارفة واش معناه. هي فائدة التصنيف الأول من التصنيف الثاني: أصحاب التصنيف الأول المباراة الأولى راح يلعبوها خارج الديار، والمباراة الأخيرة المباراة العودة راح تكون في ملاعبهم وفي قواعدهم. على سبيل المثال نعطيكم مثال على المنتخب الوطني الجزائري، على سبيل المثال المنتخب الوطني الجزائري اذا راح يلعب مع الكونغو او غانا او اي منتخب اخر، المباراه الاولى ما راحش يلعبها في الملاعب الجزائريه، بل سيلعبها في الملاعب لذلك المنتخب اللي راح يلعبوا له. وبطبيعه الحال المباراه القويه والمباراه اللي عندها اهميه كبيره الا وهي مباراه العوده راح تكون في ملعب الجزائر، ملعب وهران على سبيل المثال، او اي ملعب كان. فهذا هو الشرح أعزائي الكرام لنظام القرعة وإلى آخره. وخلونا أعزائي الكرام ندخل إلى صلب الموضوع مباشرة، ونعمل القرعة تجريبية لكي نعرف حظوظ المنتخبات العربية وباقي المنتخبات الأخرى. كما تشاهدون أعزائي الكرام عندنا أبليكيشن يعني نطبقوا هذه القرعة فوق أرض الواقع. عندنا كما تشاهدون هنا في هذه الخانة أصحاب يعني المستوى الأول اللي فيها الجزائر، تونس، نيجيريا، والسنغال، والمغرب. أما عندنا المستوى الثاني فيه كل من الكاميرون، مالي، مصر، غانا، والكونغو. نحن أولا راح نبدأ بالتصنيف الأول، ونضغط أيضا على سبين لكي يعني تمتزج لنا هذه جميع المنتخبات على شكل قرعة كما تشاهدون، وننتظر ما هو الاسم الأول الذي سيكون من المستوى الأول. أعزائي الكرام طبعا هو منتخب السنغال. منتخب السنغال أعزائي الكرام راح يكون أول المنتخبات الذي تم سحبها من يعني التصنيف الأول. نمحيه أعزائي الكرام السنغال لكي تبقى لنا فقط 4 منتخبات، نذهب حاليا إلى المستوى الثاني. أصحاب المستوى الثاني نضغط على سبين أعزائي الكرام، وننتظر حظوظ المنتخبات للمستوى الثاني، من سيكون خصما لمنتخب السنغال. طبعا أعزائي الكرام ننتظر من سيكون خصم منتخب السنغال. هيا بنا هيا بنا. طبعا اعزائي الكرام عندنا السنغال ستلاقي منتخب غانا كما تشاهدون. نحذف غانا اعزائي الكرام من القائمه لكي لا تختلط علينا الامور، وايضا نعود حاليا الى اصحاب المستوى الاول ونضغط سبين كما تشاهدون اعزائي الكرام.
طبعا مباراة السنغال وغانا يعني راهي محسومة لمنتخب السنغال أعزائي الكرام، يعني لا داعي للنقاش، منتخب السنغال أعزائي الكرام حاليا يقدم في مستويات كبيرة. أما الآن ننتظر أصحاب يعني المستوى الأول، وننتظر من هو الاسم الذي ستفرزه لنا القرعة. طبعا المنتخب الوطني الجزائري من المستوى الأول، راح نحذف المنتخب الوطني الجزائري مجددا ونضغط على المستوى الثاني ونضغط سبين، ولكي يتضح لنا أعزائي الكرام من هو اسم في المستوى الثاني. كما تشاهدون أعزائي الكرام عندنا المنتخب، من هو المحظوظ الذي سيلقى المنتخب الوطني الجزائري؟ مالي أعزائي الكرام، المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب مالي. الأفضلية بطبيعة الحال راح تكون للمنتخب الوطني الجزائري، متأكدين بقوة بأنه إذا كانت هذه القرعة صحيحة المنتخب الوطني الجزائري سيفوز على منتخب مالي. كما تشاهدون انتم اكتبوا لنا رايكم في صندوق التعليقات، واش تتوقعوا المنتخب الجزائري راح يفوز على مالي ام العكس؟ انا بالنسبه لي المنتخب الوطني الجزائري عنده حظوظ كبيره جدا لكي يصعد الى مونديال قطر سنه 2022. اذا عندنا المنتخب الجزائري امام مالي. نرجع الان الى اصحاب المستوى الاول ونرى من سيكون يعني من المستوى الاول حاليا. اعزائي الكرام ننتظر قليلا، وطبعا من هو المنتخب في المستوى الأول؟ من هو المنتخب؟ عندنا منتخب نيجيريا، منتخب نيجيريا أعزائي الكرام في المستوى الأول، وسنرى من هو المحظوظ الذي سيلاقي منتخب نيجيريا. نضغط سبين عن من سيكون ضد منتخب نيجيريا أعزائي الكرام. من هو المنتخب؟ المنتخب الكاميرون طبعا أعزائي الكرام، منتخب الكاميرون أمام منتخب نيجيريا. طبعا المباراة راح تكون قوية، منتخب نيجيريا تأهل 6 مرات إلى المونديال، أما بالنسبة لمنتخب الكاميرون هو أيضا تأهل 7 مرات إلى المونديال، فكلاهما أعزائي الكرام عندهم يعني تاريخ كبير في المباريات المونديالية. فأنتم قولوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات، من هو المنتخب اللي تتوقعه أنه راح يفوز في هذه المباراة ذهابا وإيابا؟ كلاهما يعني كل من نيجيريا والكاميرون يعني عندهم مستوى متقارب، فلهذا المباراة راح تكون قوية بينهم. على العموم راح نرجع إلى أصحاب المستوى الأول وسنرى من يعني هي المنتخبات التي تبقت لنا في يعني المستوى الأول. بطبيعة الحال أسفرت القرعة على المنتخب الذي اسمه المغرب، المغرب أعزائي الكرام الذي تأهل 5 مرات إلى المونديال بطبيعة الحال هو الذي معنا حاليا، وننتظر من سيكون معه في المستوى الثاني. نضغط أعزائي الكرام سبين ونرى من سيكون يعني أمام المنتخب المغربي. والمغرب أعزائي الكرام صعدت إلى مونديال 5 مرات وستلاقي الكونغو الديمقراطية، نوعا ما المباراة سهلة للمنتخب المغربي أمام الكونغو، يعني راح يوضح كوضوح الشمس. أما بالنسبة للمنتخب الأخير عندنا منتخب تونس بطبيعة الحال، ولكن يعني نحترم القرعة زي الكرام، نحترم القرعة. عندنا المنتخب التونسي كما تشاهدون هنا في شاشة الظهيرة أمامكم، المنتخب التونسي أمام منتخب مصر بطبيعة الحال، ولكن يجب علينا احترام القرعة كما نقول. بطبيعة الحال عدنا المنتخب المصري في نهاية القرعة سيلاقي المنتخب التونسي، وهي أيضا مباراة جد صعبة بين أشقائنا التوانسة وأيضا المصريين. طبعا الكرام يعني القرعة أسفرت لنا عن الأسماء الظاهرة أمامكم، الجزائر ستلاقي مالي حسب يعني قرعة قناة والده، وبطبيعة الحال المنتخب الوطني الجزائري صعد إلى المونديال 4 مرات بينما منتخب مالي لم يصعد ولا مرة واحدة، فالمباراة نوعا ما سهلة وذلك بشكل كبير لصالح المنتخب الوطني الجزائري. أما بالنسبة لمنتخب تونس سيواجه المنتخب المصري، منتخب تونس تأهل 5 مرات إلى المحفل العالمي المونديال بينما المنتخب المصري تأهل 3 مرات، فلهذا المباراة راح تكون صعبة خاصة بعد المستويات اللي راح يقدمها كل من المنتخب المصري تحت قيادة كيروش وأيضا حتى المنتخب التونسي. أما بالنسبة لنيجيريا أعزائي الكرام والتي تأهلت إلى 6 مرات إلى المونديال ستلعب أمام الكاميرون المتأهل 7 مرات أعزائي الكرام، المباراة نوعا ما كلاهما يعني صعبتين كل من تونس ومصر ونيجيريا والكاميرون. السنغال ستلعب ضد غانا، نوعا ما السنغال يعني هي عندها حظوظ كبيرة بها تفوز على منتخب غانا. أما بالنسبة للمغرب هو عندها حظ كبير أعزائي الكرام لأنها ستلعب أمام الكونغو حسب يعني توقعات قناة والدهم، وطبعا يعني المنتخب المغربي هو الذي سيتفوق هنا على المنتخب الكونغو. فانتم قولوا لنا رايكم في صندوق التعليقات، ما رايكم حول هذه القرعه؟ ما رايكم حول هذه الاسماء واللي راح تتبارز مع الاسماء الاخرى حسب قناه وتوقعات قناه وليد هوب؟ اكتبوا لنا في صندوق التعليقات ما رايكم. احنا ماذا بينا نكون مع المنتخب المالي، يعني راح تكون عندنا مباراه سهله
ولكن ممكن أن القرعة الحقيقية والتي سيشرف عليها منظم الفيفا راح تكون العكس، وراح نصيحهم مع منتخبات قوية، ولكن المنتخب الوطني الجزائري راح يكون قدها إن شاء الله، وراح يلعب مع ضد أي منتخب كان إن شاء الله، راح نقدموا معهم وضدهم مباراة كبيرة، وإن شاء الله نتأهلوا إلى مونديال قطر سنة 2022، ونتمنى كل التوفيق أيضا لباقي المنتخبات العربية. إذا كان هذا فيديو اليوم، أخبرونا آراءكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.